مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحلقة جديدة من أحياء في الذاكرة، نستعرض من خلالها قصص شهداء مصر بعد الانقلاب العسكري وحتى الآن. أعداد الضحايا تتزايد يوما بعد يوم، والجراح تكوي القلوب. لم تعد الدموع كافية للملمة الفراق الأليم أو لململة الفراق الأليم. أسرة مكلومة، أطفال تيتمت، زوجات ترملت، وأرواح فاضت إلى بارئها تشكو أخوة الوطن، تشكو من قبيل المصري الذي جرده من حياته لا لشيء سوى لأنه يطالب بحقه وحريته وصوته الذي أهدر. اليوم نلتقي مع أسرة كارم محمود أحمد السروجي، والذي اغتالته رصاصات الأمن خلال فضها لاعتصام رابعة العدوية، حيث اخترقت رصاصتان جسده فأردته قتيلا. نتابع هذا التقرير ثم نعود لنبدأ النقاش. ما بين المر والأمر يجب أن تختار، هكذا تلقى أهل كارم محمود الحديث من قسم الشرطة، حيث خيروهم في كتابة تقرير وفاته إما بلطجي وإما منتحر، فاختاروا المر. تصريح لإما منتحر لإما بلطجي، هم قالوا لهم لإما منتحر لإما بلطجي، فطبعا جابوا بلطجي عشان خاطر ناخده ندفنه. كارم الحاصل على بكالوريوس التربية النوعية قسم اللغة الإنجليزية، أب لولدين وبنت واحدة أسماها على اسم أمه المتوفاة برًا بها وتكريمًا لذكراها، متواضعًا حنونًا يحبه كل من يعرفه، دائم الابتسامة والمرح، خلوقًا يساعد المحتاجين، متشبهًا بالنبي في أخلاقه. الشيخ كارم كان متواضع فوق الوصف يعني، والدنيا كلها بتحبه، حتى مثلا لو حد كره النظام اللي هو ماشي فيه او الدنيا، لكن هو كان محبوب وسط الناس كلها، لانه كان بيضحك في وش اي حد، ما كانش بيزعل حد منه. يعني تلتمس في الاخلاق في كل شيء، اذا يساعد المحتاج، اذا واحد عنده مشكله يحاول يساعده، يعلم الاطفال القران، ويكفي ان الناس كلها بتشهد له، حتى المختلف معاه والقريب منه وكل الجيران، ان هو يعني صاحب اخلاق تكفيها هذه الشهاده حتى لو اختلف معه بعض الناس. ويتعجب الصديق كيف لرجل بهذه الأخلاق أن يموت غدراً؟ ما كانش واحد بالصفات والأخلاق دي، ما كانش يعني بيعمل حاجة غلط أو كده أن هو يموت غدر. قتل كارم برصاصتين في الجانب الأيسر ورصاصة أخرى في ذراعه، وخرطوش أسالت دماء من صدره يوم فض اعتصام رابعة العدوية. كان في المستشفى من فوق، مستشفى رابعة، بيقول لي يا محمود امشي وسيبني، أنا خلاص. قلت له مش هسيبك إلا لما نمشي مع بعض. خدت واشتلت وانا نزلت المستشفى وراه، ما كانش في اي وسيله ان انا الاقي مستشفى تانية، تاكسيات ما فيش حد بيوقف، فيش الا عربيه ملاكي بس، خدت ومشيت. رحنا كل ما نمشي من شارع نلاقي قوات من الشرطه ومن الجيش والبلطجيه واقفين، ما حدش بيعدي، نرجع تاني اكتر من مكان ما عرفناش نخرج. رحنا كذا مستشفى ما رضناش ما رضوش يستقبلنا، خدناه ورحنا مستشفى الزيتون اللي هو تخصصي، دخلوه في اوضه العمليات. الساعه 7 الصبح بعد صلاه الفجر لقيت فيه جثه اتكفنت وخرجت بره من باب العنايه المركزه، داخله نازله تحت على الثلاجه. واول ما شفته في العربيه انا انهارت من البكا يعني، بصت على راسه كده وانهارت من البكا يعني، ما كنتش مصدق مثلا، او يعني حسيت ان في حاجه يعني في حاجه جميله كانت وصلنا وراحت. رحم الله رحمة واسعة كارم محمود أحمد السروجي. ودعوني أبدأ مع أسرته، أحيي السيدة شيماء أحمد زوجة كارم. أهلا بك معنا أستاذة شيماء. أهلا بك يا أخي. نعم، وكذلك أحيي الأستاذ أحمد السروجي أخو كارم. أهلا بك أستاذ أحمد. وأحيي بالطبع مجدة وهي ابنة أحمد ابنة كارم وتبلغ من العمر 8 سنوات. ازيك يا مجدة، أهلا بك معنا. أبدأ معك أحمد، إيه حكاية إن هم ألزموكم أو ضغطوا عليكم إما تكتبوا إن هو بلطجي أو منتحر حتى تأخذوا شهادة الوفاة أو يعني أو تصريح الدفن، يعني ما الذي حدث يعني بشيء من التفصيل معكم في هذه الواقعة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر أولا قناة الجزيرة على عرضها الحلقة ديت، شكرا جزيلا.
لا في يوم الفرد طبعا حصلت الشهادة. تاني يوم في مستشفى الزيتون خدت الورقة ومن المستشفى وطلعت على اسم شرطة مدينة نصر. فكان ابن عمي هو اللي معاه الورقة اللي خارج بيها من المستشفى، فرفع بيقول لازم يكون له قريب. فدخلت فطلب مني بالظبط الظابط، قال لي او وكيل النيابه مش متاكد هو، قال لي عايز اخوك يروح مرشح زيهم ولا عايز تاخد وتمشي على طول. طلبت النقد على طول، يعني طبعا ما مطلوبش ان هو يروح المرشح وتشرح. فقال لي طيب احنا هنعمل ورقه بسيطه وتمضي عليها، ورقه معاك وورقه معانا. قلت له ماشي اتفضل. اداني لي ورقه طبعا فيما معناه ان هو كان في خناقه، كان في مشكله مع بلطجيه ومات، يعني لما هو بلطجي لما مات من البلطجيه مش اكتر من كده. فقلت له يا فندم بس يعني ليه هو مش كده بالظبط؟ قال لي هو ده اللي عندنا تاخدها. فاجبرت طبعا ان يعني ما ينفعش انا اودي خمس واحد منهم، فطلبت ان اخده على طول. فاداني ورقه وقال لي طبعا احنا بنبني الصحه، صحه يروح يشوف الجثه بسبب الاكل وانواع الرصاص، بعد كده هتاخد جثه باخد ان شاء الله. وده اللي حصل بالظبط، والحمد لله يعني ربنا سهلها وخلصنا الورق ومشينا. واجبروك على ان تكتب ان يكتب في تصريح الدفن او شهاده الوفاه انه بلطجي، يعني ده بالظبط ده في انه بلطجي لان مات داخل خناقه مع بلطجيه، ده اللي حصل. لكن الحمد لله احنا خرجنا من المستشفى ورقه يقول ان هو كان مات في رابعه برصاص حي برصاصين في الجنب. لكن في بالنسبه للشرطه ده اللي اجبرنا عليه، لاما كده لاما يروح مشرحه زينهم واستنى دور بقى يومين ثلاثه اربعه زي ما تطلع نتيجه. لكن احمد ما حاولتوش تصححوا الاوضاع، هذه الاوضاع الخاطئه بعد ذلك؟ يعني فكره ان الراجل كان يعني عفوا كان بلطجي رحمه الله عليه، ما حاولتش ان انت يعني يكون ليك تسير في الاطار القانوني او في الطريق القانوني لرفع عنه هذا الظلم حتى بعدما مات يعني؟ طبعا مشينا في اطار القانوني، لكن لم يستمع الينا احد، لا محكمه ولا شرطه، رفض اوراقنا تماما. فاضطرينا ان احنا نخرج ورقنا بره، مع بره ان شاء الله خرجنا مع باقي الشهداء ورافعين قضيه ان شاء الله في يعني في معنى الامم المتحده يعني ان شاء الله. اوراقنا رفضت تماما داخل مصر. طبعا منطقي يعني. طيب احمد، حكايه كيف قتل شقيقك كارم يعني، وكيف علمتم بمقتله؟ كان طبعا الساعه 6 الصبح يوم الفرد، جالي اتصال. انا يعني كان عندي امتحانات في داخل جامعه الازهر منيها، ف جالي اتصال ان في فرد، جالي اتصال في فرد حالا. فطبعا احنا كنا كلنا بالنسبه للنهضه بالنسبه للرضع كنا كلنا على الناس. فانا صحت من ناحيه اسم بيت ناصر يعني ميدان الساعه، كان في مع كادم، كان في صديقه جوه معاه، كان باتصال دايما انا وهو بتصل عليه. اللي قال لي في الاول ده خرطوش، طيب بعد كده اتصلت عليه قلت له انا اخوه وعارف، لان انا بروح الميدان وعارف ايه اللي فيها، عارف لما بقول خرطوش معناه الاصابه كبيره طالما هو ما ردش. قال لي واخد رصاصه في الجانب ورصاصه في الكتف. طيب دخل العمليات، انا بتصل بيه طب في ايه؟ قالوا لا ده رصاصه تحت القلب. طيب فين الدكاتره؟ ما فيش دكاتره، وجوه التحالف بتصل عايز دكاتره لكن ممنوع دخول الدكاتره داخل ميدان ناس. احنا بنحاول ندخل عشان ننقذ الناس اللي بتموت جوه، لكن ما فيش اي استماع لنا. الشرطه بتضرب والجيش محوط الميدان وما فيش اي حاجه، يعني الشرطه قاعد يضرب، بنتكلم ضابط الجيش، ضابط الجيش ما بيردش علينا، والشرطه قاعد يضرب جوه. وكان هدفنا ان احنا نخرج الناس دي كلها مش عارفين. فالاستاذ كان معاه كريم، الاستاذ محمود يعني بارك الله فيه، فضل معاه لحد اخر دقيقه. كنت انا دايما بتصل عليه درجه التصوير بتاعي، قلت له معلش عايز اسمع صوت اخويا بس، قال لي مش هيقدر يتكلم. فاداني السماعه حطها على ودنه وانا بكلمه، قلت له ان شاء الله اصبر وان شاء الله كلكم هتخرجوا وان شاء الله هتبقى كويس. فما بردش عليا، قلت له ايه برد بيقول ايه؟ قال لي كل حكايه انه ابتسم لك، بيضحك لك بس، بيبتسم وبيهز دماغه وخلاص. قلت له بس ده رد؟ قال لي اه. بعدها بشويه اتصلت على معاه في محمود، فقال بيقول لي اخرج وسيبني، يعني مش بقول له اخرج بايده، انا بيعمل لي كده بقول له كده يعني خلاص انا عارف ان انا استشهد دلوقتي
ونتمنى انك تخرج سليم بعيد عننا ان شاء الله. مش مش هخرج وننزل دي طبعا بعد من الساعه 6 الصبح لحد 6 المغرب تقريبا. بس التليفون فضل شحن، الناس في الميدان بدات تخرج وبدا الفض وبدا الناس تمشي، مش عارفين نروح فين ولا نيجي منين، مش عارف اخويا فين. يعني انا لحد الساعه 10 بالليل مش عارف اخويا، من بعد من 6 للساعه 10 ما اعرفش اخويا هل هو تقبل الله الشهداء ام لسه حي، وقال لي هل اللي معاه صوت اللي هو كمان، مش عارف. انا كنت بحاول بس اتصل عشان اعرف هو سليم ولا تقبل الله الشهداء لسه. اتصل الوزير اخر اتصل كان مع صديقه قبل ما قطع شحن التليفون، قال لي ما فيش دكاتره موجودين، وقالوا لي ان ده كامل حالته احسن حاله في اللي موجود كمان، يعني حالته الموجوده كانت شديده جدا ومحتاجين دكاتره قلب. طيب أحمد، أنا هعود لي مرة ثانية لحضرتك وأسمع منك بقية التفاصيل، لكن دعني أذهب إلى زوجته السيدة شيماء. أحمد أهلا بك يا أستاذة شيماء وعظم الله أجرك. يعني أهلا بك سيد. أهلا بحضرتك. كم كان عمر زوجك عند استشهاده تحديدا وماذا كان يعمل يعني؟ هو كان عمره 32 سنة وخمس شهور يوم استشهاده. فكان عامل في وظائف عديدة في مصر قبل سفره، منها محافظ القرآن الكريم، وكان بيدي برضه دروس خصوصية في البيت ويحفظ خصوصي في البيت غير الكتاب اللي كنا فاتحينه أنا وهو. عمل في وظائف كثيرة، وآخرها اللي هو عمل في الإمارات حارس أمن، لأن هنا في مصر اترفض ورقه أكثر من مرة عشان خاطر ملتحي وله توجهات إسلامية، فكان يرفض ورقه ويتكتب دواعي إسلامية دواعي أمنية دواعي أمنية. هو خريج، هو بكالوريوس تربيه قسم لغه انجليزيه على حد علمي، ده صحيح؟ ايوه. فاشتغل في غير وظيفته في الامارات حارس امن، وردي برضه عشان الرزق والاولاد. فالحمد لله. الحمد لله. طيب هل من الممكن ان تحدثيني اكثر عن زوجك الاستاذ كارم رحمه الله عليه؟ كيف كان يتعامل معكم؟ كيف كان يتعامل مع ابنائه؟ يعني اهم صفاته، تفضلي. ربنا يتقبله في الشهداء بإذن الله. تقبلنا نعم الزوج الصالح ونعم المحب المخلص ونعم الأب الحنون والزوج الحنون. كان يتعامل معنا، كان في البيت كأنه طفل صغير. يعني كنت بعتبر، كنت دايما أقول له أنت الابن الأكبر في وسط عيالي، لأنه كان دايما كثير المرح الضحك التفاؤل، حتى لما بينا أقصى مشكلة، لأنه كانت عنده معادلتين مع بعض، قمة اللين والحنية ومعها قمة الشدة. فالمعادلتين مع بعض ما شاء الله. يعني كانت اي مشكله يخرج يتوضا ويصلي ركعتين وبعد كده يبتسم مهما كانت المشكله هي ايه. يقول الحقيقه دايما يحمد ربنا على القليل ويقول الحمد لله انا عندي زوجه بحبها، عندي اولاد ربنا رزقني البنين، وعندي بنت دي الرزق ده الحمد لله يمكن مش عند حد غيري، فالحمد لله بحمد ربنا على النعم اللي عندي كتير. كان دايما راضي بالقليل والحمد لله. كان دايما يختم القرآن مرة في الأول الأسبوع ومرة في آخره، يعني 6 مرات في الشهر يختم القرآن الكريم في ورده اليومي، ويجمعنا أنا وولاده سواء موجود أو هو في الوردة على النت، وندعي وراه نأمن وراه على دعاء ختم القرآن الكريم. كان دايما يذكرنا بأذكار الصباح وأذكار المساء، يقول دايما ما تنساش اللي ربنا معاه دايما دايما بيحفظه. كان دايما بيتقي الله في كل أفعاله في كل مكان. كان نعم الأب الحنون، كان في وسط أولاده يعني من يوم ما هو استشهد وربنا يا رب يتقبله. آمين يا رب. يمكن هي غابت البصمة وغابت الفرحة في منزلنا، لأن كان دايما البصمة والمرح، لدرجة إحنا كنا بنحب حد يزورنا كتير وهو موجود عشان ما ياخدوش مننا، اللي هو لأن اللي بيجيله بيحب يقعد معاه لأن هو بيشد كل اللي حواليه. فاللي بيجي طيب. اصلا مش عايز يمشي معاه. استاذه شيماء، يعني بعيدا عن ما استمعنا اليه من صفات للشهيد كارم محمود، دعينا نتحدث عن اسباب والدوافع التي جعلته ينزل ويشارك في اعتصام رابعه العدويه. يعني ماذا كان يقول لكم في هذا الامر؟ هو نزل الميدان رابعه عشان كل الناس، عشان كلمه الحق عند سلطان دائر. فاحنا ناس نزلنا الانتخابات 5 استحقاقات ندافعوا عليها، وبعدين قال دي حرب على الاسلام. يعني كل ما هو اسلامي دلوقتي، الناس اللي فاكره كل ده عشان الدكتور مرسي، مش قضيتنا الدكتور مرسي لوحده، الاسلام دلوقتي في خطر. فكلنا نازلين، هو نازل عشان الاسلام، واحنا كنا معاه انا واسرته معاه ده اخر مره.
يعني انت كنت بتنزلي انت والاولاد معاه في رابعه العدويه؟ نزلنا معاه انا والاولاد اكثر من مره، وحضرنا معاه هناك، منها بعد المنصه كان هو هناك في احداث المنصه يوميها. انا اللي طلبت منه ان هو يقول له وصيتي، يقول له وصيته هو ما عادش ينفع الرجوع، دي حرب على الاسلام، يفوض فيهم من ساعتين، وبعدين دلوقتي بيقتلهم، ما عادش ينفع، دي حرب واضحه على الاسلام. انزل وقول له وصيتك. جه تاني يوم وقال الوصيه، فالحمد لله. يعني كان ليه دور في الميدان يعني في التأمين او في وما الى ذلك، ولا كان فقط يعني من المقيمين هناك او من المعتصمين في الربيع العدوية؟ لا، هو كان مسؤول عن التأمين عند طيبة مون، كان دائما مسؤول هناك عن التأمين، وكان بينزل تأمين مسيرات دائما، لانه يعني كان اصلا برضه كان من ضمن مهاراته اللي هو كان بيدرب ونوفو اصلا، فكان رياضي، فما كانش يعني كان نشيط جدا، فكان مسؤول عن التأمين. رحمة الله عليه. طيب أنا مش عارف هل من الممكن أن أتحدث لمجدة ابنة الشهيد كارم محمود. إزيك يا مجدة، عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت سنك كام سنة يا مجدة؟ عندك كام سنة؟ تمانية. تمانية، ربنا يبارك فيكي. ممكن بقى تكلميني كده عن بابا؟ بابا؟ بابا كان بيجيب لي لعب، كنا مبسوطين، كنا بنلعب معاه، كنا مبسوطين. كان بيحفظك قرآن؟ أنا عرفت من ماما إن بابا كان حافظ القرآن كله. كان بيحاول يحفظك القرآن يا مجد؟ وأنت حافظة جزء من القرآن؟ حافظة قد إيه؟ حافظة قد إيه من القرآن؟ في سورة نون؟ نوح. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يبارك. ماما بتقول لك ايه بقى عن بابا؟ يعني اكيد بتسألي عن غيابه، فبتقول لك ايه عن بتقول لي ان هو بيحفظ الليل القرآن وبيديلهم درس انجليزي. رحمة الله عليه. طيب يا مجد، مجدة أنا هرجع لك تاني، لكن خليني أروح لعمك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، هل حاولت في لحظة من اللحظات أن أنت تثني أخوك عن فكرة الاعتصام بأسرته في رابعة، خصوصا أن حصل مجازر قبل رابعة زي المنصة والحرس الجمهوري، أم أنت كنت يعني توافقه على ما يسير فيه وعلى فكرة الاعتصام وما إلى ذلك؟ كنت موافق على الاعتصام طبعا، لأن كنت أنا بعتصم في ميدان النهضة. أنت كنت معتصم في ميدان النهضة، ما شاء الله، أنت عائلة يعني مجاهدة. الحمد لله الحمد لله. ربنا يتقبل منكم إن شاء الله، ربنا يتقبل. بس أنتم يعني ما فكرتوش أدنى تفكير في التراجع عن فكرة الاعتصام في رابعة والنهضة بعد المجازر اللي حصلت يا أستاذ أحمد؟ لا والله، كان كل دماء تنزل كانت بتكون أكتر، ما ينفعش نسيب الناس تموت، ما ينفعش بعد كل هذه الدماء إن إحنا نتراجع. لأن اللي حصل المسألة مش صدمة خلاص فقط، ده زاد بالدماء. يعني قبل الدماء كان ممكن نقول في حاجة تانية ممكن نتكلم فيها، ممكن إن إحنا نتكلم مع الناس، لكن بعد الدم ما ينفعش أي كلام، مفيش تراجع، لازم بسلمية، بكل سلمية اللي إحنا نقعد ونقول كلمة حق. كان معانا سلاح ولا كنا بنهدد حد، واقفين بسلمية. ودليل التنمية ان احنا لو كنا بنقتل، يعني ده دليل التنمية بتاعتنا، نحن نقتل ويقال علينا نحن الذين يقال علينا نحن ارهابيون ونحن الذين نقتل داخل الميدان. استاذ احمد، هل تستشعر ان دماء اخوك راحت هدر، خصوصا ان حتى هذه اللحظه ومرور كل هذه الشهور حتى لا يوجد تحقيق واحد فقط لا غير فيما حدث في الرابعه او النهضه او المنصه، حاسس ان دماؤه خلاص راحت هدر والمعنيين او المسؤولين عن مقتله يعني لن ينالهم اي عقاب في يوم من الايام؟ ان شاء الله نحن نحسبه شهيدا ولو نزكي على الله احدا. الحمد لله، مقتله هو شهاده. كلمه الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال افضل الجهاد كلمه حق عند سلطان الجائر. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزه، ورجل قام الى سلطان ظالم فامره فنهاه فقتله. فنحن نحمد الله عز وجل ان اعطاه الله الشهاده، والله كان يتمناها بصدق، كان يتمناها بصدق، كان دائما يوصيني يقول اللهم استعملني ولا تستبدلني،
اللهم ارزقني الشهاده في سبيلك، اللهم ارزقني قبل الموت توبه وعند الموت شهاده وبعد الموت جنه ونعيمه. نعم. كان دائما والله ربنا يتقبل كتب. ربنا يتقبل دعائي. طيب من المسؤول عن قتله من وجهه نظرك يا استاذ احمد؟ من يتحمل دماء كارم يعني التي سالت وبعد حتى ذلك يظلم ويكتب في تقرير وفاته انه بلطجي، يعني من يتحمل ذلك؟ يتحمل الدماء الذي قتل بلطجي هو الذي يتحمل هذه الدماء. الذي قتل بلطجي على اخي هو الذي قبض الفض هو الذي يتحمل هذه الدماء. كل شخص شارك في قتل اخي حتى لو بعدم القتل هو مشارك في هذه الجريمه. اللي اشترك في قتل اخي كفار ليس قليل. من اول الشرطه الداخليه التي قامت بالقتل الفعلي بايديها وقوات الجيش التي حاصرت الميدان. يعني يوم الفضل الجيش كان واقف ما بيقتلش، ما شفتوش انا كشخصيه ما شفتوش، لكن رايت الشرطه نفسها التي تقتل وقوات الجيش تحاصر الميدان، قوات الجيش مهمتها انها تحاصر الميدان، لكن الشرطه هي التي قامت بالقتل داخل الميدان. طيب هي التي مسؤوله والمسؤولين عن النظام الحالي هم الذين قتلوا الاخير. طيب ست مجدة، عفوا استاذ احمد دعني اتحدث الى الست مجدة، نفس السؤال، من يتحمل مقتل زوجك الشهيد كارم؟ يعني هي مسكينه السلطه دلوقتي وبيستموتوا فيها سبحان الله. ما هو لما بنشوف ناس كده بتموت على الدنيا وبيتكلفوا على السلطه نعرف ان الظلم موجود، بس سبحان الله كل ما الظلم بيزيد اعرف ان الفرج والنصر قريب. طيب بصراحة يعني خليني أتكلم معك كزوجة، يعني النهاردة أنت ترملتي ومعك أطفال يتامى، يعني كان الله في عونك وربنا يقدرك على يعني تربيتهم التربية الصحيحة. هل لو يعني هو سؤال افتراضي بالطبع، لو عادت بك الأيام من الممكن أن تمنعي من السير في هذا الطريق، أن تمنعي من فكرة الاعتصام أو الانخراط في أي عمل سياسي بشكل أو بآخر ولا لا؟ أمنع جوزي من يخش الجنة، هو كان بيتمناها وكان بيصلي قيام الليل انا وهو، وكان يدعي يقول دايما اللهم استعملني انا وزوجتي وذريتي في نصرة دينك ولا تستبدلنا. فكان دايما ما اقول له بعد الشر عليك، لانه كان مصاب في احداث رمسيس الاولى، كان واخد خرطوشه في دماغه دخلت ورا من في دماغه وما خرجتش تاني. فكان بقول له ما بقول لي انا هكون اول شهيد في بلدنا باذن الله في القريه بتاعتنا، بقول له بعد الشر عليك ما تقولش كده. قال لي يا شهاده شر، ما انت بتأمني ورايا في كل قيام ليل وفي كل صلاة وفي كل ختمة قرآن على الدعاء اللي انا بقول اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، الشهادة مش شر. فالحمد لله هو فتح لنا باب الجنة. هو ألم الفراق صعب والصبر أصعب، لأن الصبر مر قوي، كلمة الصبر دي سهلة قوي على اللسان بس تنفيذه صعب جدا، بس سبحان الله عند ربنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. احنا عايزين اللي عند ربنا، انه كان دايما يقول بص على اللي عند الله في الاخره كتير، فالحمد لله. هتقولي ايه لي اما اولادك يسالوكي عن 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 ابيهم في يوم من الايام، يعني ماذا ستقولي لهم؟ انا بعرفهم من دلوقتي، انا بعرف معرفهم دلوقتي اني مش هسيب حد. الزمن اللي احنا فيه لازم الطفل يتربى على كلمه الحق ويتدرب، لان احنا محتاجين اجيال جديده، هم بيموتوا في الشباب في خيره الشباب، نربي احنا شباب جديدة على كده علشان يتحملوا ويشيلوا لواء الجهاد، وبربيهم التلاتة بإذن الله التلاتة يكونوا مشاريع شهادة في سبيل الله زي أبوهم. أنا لو ابن كبير عبد الله اللي هو عنده 6 سنين كنت من يوم موت أبوه كنت أقول له اخرج يا تجيب لي حق أبوك يا تموت زيه شهيد. عايزك تقولي لي كلمة أخيرة عن رسالة توجهيها لمن يحكم البلاد الآن، لسلطة الانقلاب الآن، للمسؤولين عن مقتل زوجك، ماذا تقولي لهم؟ انا بدعي عليهم في كل صلاة، انا وكل واحدة قلبها محروق بدعي عليهم دايما اقول يا رب حرمهم من توبة قبل الممات، ويزيدوا ظلمهم وتكبرهم كمان وكمان، ويفسدوا في الارض كمان وكمان، عشان اذا اخذهم الله لن يفلتهم، لان انا عارفة عند ربنا، ربنا هو الحكم العادل، انا عارف ربنا يصدحهم في الدنيا يا رب، وجعل نهايتهم عبرة للظالمين كلهم. استنى كده بس، عايزة اللي عند ربنا في الآخرة خليهم يتجبروا ويتفرعنوا كمان، الظالم نهايته معروفة للدنيا كلها. ربنا ينتقم منهم يحرمهم من توبة قبل الممات. طيب مجدة حبيبتي، لو انت عارفة ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان
أرواح الشهداء موجودة حولنا في كل الوقت وبيسمعونا و و إلى آخره. طب أنت عايزة تقولي كلمة لبابا، تقولي له إيه؟ عايزة أقول له يا وحشنا أوي وفكرنا بأشوفه. نعم. طيب كلمة أخيرة منك يا أستاذ أحمد قبل أن نختم هذا اللقاء. نحمد الله عز وجل على أعطاء أخي الشهادة، ولا نزكى الله أحدا نحسبه شهيدا ولا نزكى الله أحدا. وبالنسبة لمن قاتل أخي أدعوهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستسلموا وأن يسترجعوا أو أن ينتقم الله منهم. كل إنسان شارك في قتل أخي أدعوه أن يتوب إلى الله وأن يسترجع أو أن ينتقم الله منه. اللهم أرنا فيهم آية عظيمة. شكرا قبل، شكرا جزيلا أحمد السروجي أخو الشهيد كارم السروجي، كما أشكر الزوجة شيماء أحمد والابنة مجدة. أشكر جميع أسرة الشهيد كارم السروجي. مشاهدين، قتلوه ورملوا زوجته ويتموا أبنائه، وفي النهاية اسمه بلطجيا، ظلموه حيا وميتا. هل هناك بلطجيا بتلك الصفات التي رأيناها متعلما مفوها متواضعا خطيبا متفائلا صاحب شخصية عاطرة تحظى بحب الناس؟ ما أجملهم من بلطجية في حب الوطن، وما أتعسهم من قتلة أغتالوا أفضل وأنقى الشباب. نحتسبهم شهداء عند ربهم يرزقون، ونسأل المولى عز وجل أن يختص لهم ممن قتلهم. إلى اللقاء. شايف ملامحك يا شهيد، شايف بطل باصص لفوق، حالف بربه يا وطن لازم تفوق، لازم تفوق. الكفن شايف بريد، شايف طريق، جوه الكفن ريحة ملايكة مش عفن، جوه الكفن شايف ملامحك يا وطن، جوه الكفن ريحة ملايكة مش عفن، جوه الكفن شايف ملامحك يا وطن، شايف شهيد بيمد ايده ينقذك لتموت عليه.